عذاب القبر وبدل عذاب الحشر وبدل عذاب الميزان. اللهم اغفر لحجنا وبيننا وشاهدنا وخارجنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه وبركاته الاسلام ومن توفيت منا فاحيه وبركاته الايمان. رب جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ومن المؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه وسلم.